فخامه الرئيس رئيس الجمهوريه تحيه اعزاز وتقدير من اهالي مركز المنيا. فحب الوطن طاعه وعباده، والموت من اجله شهاده نحن جميعا نعتز بوطننا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. في ظل ظروف وتحديات داخلية وخارجية ظهرت فيها تكتلات وكيانات اقتصادية وإرهابية تهدف إلى تدمير الشعب والدولة، دولة تنموية اقتصادية قادرة على المنافسة، قادرة على مواجهة التحديات.